على امتداد 14 هكتاراً بين الأشجار والمساحات المعشوشبة، 3 هكتارات منها قسمت إلى 18 حديقة صغيرة مغروسة بأشجار ذكرت في القرآن الكريم، وبجانبها منابع مائية بديعة. كل حديقة مختلفة عن الأخرى باختلاف النباتات والأشجار المغروسة فيها. يحتوي جامع الجزائر على قبة يبلغ قطرها 50 متراً، وهي تتوسط قاعة الصلاة التي تمازج فيها الجانب الوظيفي والجمالي، فهي مكونة من غلاف داخلي وخارجي. فمن الداخل هي قراءة عصرية لقبة المقرنصات التقليدية المستمدة من المعمار الإسلامي، خاصة في العهد المرابطين، تسمح بتعاقب المساحات المسطحة والدائرية، ومن الخارج غلفت قبته بمصفقات مشربية تزيينية تبرز الوجه الداخلي للقبة وفق الهندسة التقليدية. توجت قاعة الصلاة المزينة بالرخام والحجر الطبيعي بقبة عظيمة ذات جدارين يحتويان على فتحات تسمح بمرور الضوء الطبيعي إلى القاعة، كما تضيء بأنوارها ليلاً. ضم صرح جامع الجزائر مباني للإدارة والحماية المدنية والأمن وفضاءات للإطعام. جامع الجزائر مبني فوق أرضية جيولوجية مليئة بالرواسب السطحية، لكن هذا المعطى التقني لم ينفرد من حسابات القائمين عليه ومن الخبراء، فالمبنى يرتكز على دعامات وأسس تخضع لحسابات علمية تقنية مدروسة بأنظمة عزل زلزالي حديثة تخفف من شدة الهزات الأرضية 70% وتحفظ المبنى سليما. هنا رانا في الطابق السفلي الثاني لقاعة الصلاة، وهو طابق فيه النظام المضاد الزلازل اللي متكون من نظامين أساسيين، وهو النظام الأول وهو نظام العزل الزلزال إيزولاتور أبوندول إنفيرسي، متوزع على طول المساحة لقاعة الصلاة. والنظام الثاني من المضاد الزلزال لقاعة الصلاة وهو لامورتيسور أي متصل الصدمات، وهو عددهم 80 متوزعين على المحيط تاع قاعة الصلاة أيضا. وهذا النظام المضاد يسمح يقول نقدروا نقولوا بها باللي قاعة الصلاة راهي محمية بدرجة كبيرة ضد الزلزال. شكلت مرحلة التزيين والزخرفة في مشروع مسجد الجزائر لبنة هامة تمت بأنامل مهندسين مختصين في التزيين وخطاطين ضبطوا التصاميم الداخلية والخارجية، وامتدت على مساحة 6 كيلومترات. عمارة المسجد اعتمدت فيها الرمزية والدلالة وأحادية المنارة، المنارة واحدة استعمل فيها المربع الذي هو أساس الزخرفة الإسلامية. استعملنا كل أنواع الخشب، أنواع الرخام، الرخام في المحراب، استعملنا المرمر الجزائري وهو مرمر شفاف، هو رخام شفاف. بالنسبة للزخرفة الإسلامية فهي زخرفة استلهمناها واستنبطناها من التراث المعماري الجزائري الذي نفتخر به، وهو فيه كل أشكال وأنواع الزخرفة الراقية، وينقسم إلى 3 أقسام. هناك الزخرفة الهندسية الموجودة في الجامع، الزخرفة النباتية، والزخرفة الخطية. قلنا يتيليزي القواعد
صنع الجمال كالرقم الذهبي متتالية فيبوناتشي لا سويت دو فيبوناتشي وأشياء أخرى. جامع الجزائر وميض أمل في أفق الهوية الوطنية، تكالب عليه وتحالف أعداء الداخل والخارج وصبوا عليه جام حقدهم باللغة والإشاعة المغرضة، وحورب كفكرة وكخيار ثم كقرار، وسيحارب حتما كمؤسسة قائمة تشع بنور العلم وكحصن يحمي ثوابت الهوية الوطنية ومنارة تنير للعالم الإسلامي دروبه في زمن اختلاط المفاهيم. بالمقام الأول والدرجة الأولى صحيح أنه تؤدى فيه الصلوات الخمس، ولكنه أيضا مكان يجمع صفوفنا ويلم شملنا ويوحد كلمتنا ويزيل الفوارق بيننا. هذه كلها وظائف يؤديها المسجد. نحن نعيش حالة من تدافع للأفكار كبيرة جدا، وهي تفيد أحيانا من الشرق وأحيانا من الغرب، ونحن نعلنها صريحة في كل المنابر بأننا نملك هويتنا المستقلة عن كل هذه التيارات، وبأننا نملك مرجعية فكرية أصيلة نعتمد عليها، عليها استقر الأمر في الجزائر. صرح بهذا الوقع الاستراتيجي المهم والبعيد في النظر، جدير بكل الميزانيات وكل الإمكانيات التي تسد وتضرأ الأخطار على الأمة، فبأي حديث بعده يوقنون؟ إنجاز هذا ننوي به، وهو إنجاز أنجزت الأعمال أي أنامل جزائرية، ونفتخر بها، وعلى ما أظن أن المسجد أعطى نفسا جديدا للصناعة التقليدية إلى أبعد من رؤية قاصرة آنية. سيكون لجامع الجزائر الدور الريادي في التكوين وفق الثوابت الدينية الوطنية والمرجعية التي تمنع الزيغ والانحراف وتقضي على التعصب والعنف والغلو، وتعيد للدين مفاهيمه الحقة من التسامح وقبول الآخر والاعتدال والوسطية في الطرح. وهذا الجامع، جامع الجزائر إن شاء الله، سيكون بيئة حاضنة لهذا الميراث العلمي الذي سنه لنا أجدادنا وأسلافنا العلماء، ومن ثم فإن الكراسي العلمية التي سيزهى بها المسجد وسيزهى بها رواد المسجد، وستكون منابر لعلماء الجزائر يعلمون كلمة التوحيد كما يعلمون توحيد الكلمة. المشروع الذي أشرف على إنجازه خبرات دولية كفأة، مكن المهندسين والتقنيين الجزائريين الشباب من اكتساب آفاق رحبة في التكوين التقني، وصار للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر رصيد مهم من أبناء الجزائر الأكفاء. جامع الجزائر يعتبر مدرسة ثانية للطلبة والأساتذة، يعني احنا استفدنا من مختلف الخبرات الألمانية والكندية ومختلف مكاتب الدراسات والخبرة الصينية في إنجاز المشروع. كان لنا الشرف العظيم أن شفنا السيستم أوتيسيسميك اللي في قاعة الصلاة، البناء تاع المنارة، باسكو المنارة هي أطول منارة في العالم. دونك يعني استفدنا كثير من إنجاز هذا المشروع كشباب، واللي انجزوا المشروع هذا حوالي 70% شيء شباب، وكوننا حوالي 3000 طالب من مختلف الجامعات. كانوا عندنا يجونا فيزيت يشوفوا بالشونتي بلوس لي ستاج اللي درناهم،
من مختلف الجامعات، مثلا جامعة البوليدة، جامعة باب الزوار، جامعة هنا الحراش، وهران، قسنطينة، هذو كامل جاونا قادرين حنايا وعطاو لنا كما نقولوا اون شونس للشباب الجزائري، قادرين يبنوا مشاريع كبيرة مع لا فورماسيون هذه اللي درناها في المشروع هذا إن شاء الله. اتضحت معالم المشهد اليوم. الفكرة التي كانت تلمع وحيدة في أمواج هائجة من التهديد الفكري بالأمس صارت صرحا متينا يمكنها أن تشق عباب المستقبل بكل الثقة واليقين.